انت متاكد يا ابو رفقات التجربه بتنجح هالمره؟ وانت تشك في قدراتي يا عبود؟ انا البروفيسور حمود بنشتاين، ملايين ملايين ينتظرون هذا الجهاز الكبير العظيم، جهاز لإزالة الوزن الزائد. ملايين ملايين. بس انا ما عندي وزن زايد. ماما عادي عادي، خشمك هالكبر تقول طاسه فيه، اذونك وشحمه اذونك هالطول تقول ملاليس، عادي هاي كلها شحوم شحوم لازم تنزح. يوم راحت عليك. هيا هيا الى المجد العظيم والكبير. استار. جميل جميل جدا، واخيرا حمود بنشتاين يخترع جهاز لإزالة الشعر. انت منو؟